ياسين خويا اجا خويا ياسين اخبار بغينا شي خليجي الله جل في المكان هذا شو تبارك الله وعجبوه هذه البلاصه هذه كيفاش غير ياك ثاني رايك سير ديالو كي غادي يسكن كيفاش غير ياسين خليجي صراحه الاجواء مره خياليه هنا انا اول مره جيت المغرب وزرت مراكش يعني اجي لمراكش بس اول مره اجي لوريكا صراحه ما شاء الله يعني اجواء خرافيه شوف جماله سحر الطبيعه ما شاء الله يعني طبيعه خلابه من بين الشلالات وكل شيء ان شاء الله راح نعزم ابو سعود هذا الفيديو داع مني لك لازم تيجي المغرب عشان تشوف اوريكا وتشوف وتجيب الاهل ان شاء الله اعطينا تونسي والله بالحق اول مره كي جيت المغرب انا قلت باش نجي معناها نزور اوريكا وكذا يا ودي مال بلاد ومال نظام ومال اكل ياكلنا التاجين المغربي يقسم بالله معناها عملوا لنا تسع اخدار يا معلم شوف يا معلم ما خلينا حد شيء خليني يا ودي ما خلينا حد شيء حتى الكليك باش نجموا ناكلوه فهمتني جزائري والله خوتي بصح كي جيت اوريكا اون ديري راني في اوروبا راني في سويسرا تقول لي فالو راك فاهم بصح شي حاجه غايه والله هادشي ما عندناش حبيبي والله راكم ضايعين هنا في المره انا كي جيت هي عندك يهضر بالانجلي Brother, I'm very grateful that I came today here. I like the Moroccan food. I ate the tajin. I want another one. I'm not full yet. ما يصرك يهضر بالانجلي. يعني صراحة أنا جيت هنا أقسم بالله أول مرة أجي لأوريكا. يعني ما شاء الله كمية الفراخ اللي كلناها هنا يعني ما تلاقيش ده في مصر.